يا اهلا وسهلا. سمعتم ببيوت الحجحجة ولا بالحجحجة نفسها؟ طبعا اذا جاك الرجال ويقول لزوجته انا من حقي عليك، قامت هي قالت وانا من حقي عليك. هل تتوقعون مثل هالبيوت تدخلها سعادة، او بيكون بينهم ألفة ومحبة إذا كل واحد يدور زلة الثاني وكل واحد يطالب بحق من حقوقه؟ أولا الدين ضمن الحقوق للطرفين، ولكن البيت اللي ما يبنى على المحبة والمودة والرحمة ما تنفع حقوق ولا تدخله السعادة، لأن بنيانه هش. أنا جلست مع إحدى القضاة في السحور قبل يومين، علمني بقضايا شيء يعني ما هي بين زوجين، بين أعداء. يعني هل تتوقعين أنه لما جاء أخذك من بيت أبوك أخذك عشان يذلك ولا يهينك ولا يعذبك؟ وإنت لما وافقت عليك زوج نويتي على أنك تلعنين سنسفيله وتنكدين عليه حياته وتسودين عيشته؟ لا، أخذتم تزوجتم على محبة وعلى مودة، والله سبحانه وتعالى يزرعها. ترى الإنسان يعيش مرة واحدة في هالدنيا وبعدها فناء، ليه ما نعيش بحب وتصافي وغض الطرف والتنازل والتسامح بين الزوجين هي أساس السعادة. لا يغرك اللي تسمعينه أخلعك بزر ولا أجيبك عند القاضي ولا أسوي فيك ولا أنت تقولها والله لا أعلقك، لا أنت بمعلقة ولا أنت مطلقة. هذه حياة الأعداء وليس حياة الأزواج. أصلح الله الشأن.